اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بمكتبه بالديوان العام للوزارة مع الجنرال المتقاعد أنتوني زيني المبعوث الخاص لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والسيد تومثي لاندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية لشبه الجزيرة العربية مكتب شؤون الشرق الأدنى والوفد المرافق لهما بمناسبة زيارتهما للمملكة في إطار جولتهما الحالية لعدد من دول المنطقة لمناقشة أزمة قطر. خلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بالمبعوثين الأمريكيين معربا عن اعتزازه بزيارتهم لمملكة البحرين والتي تعكس المدى المتقدم للتحالف الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وما وصلت إليه العلاقات التاريخية الوطيدة بينهما من مراحل متطورة على المستويات كافة، كما تؤكد الحرص على مواصلة التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا. وأشاد معالي وزير الخارجية بالتعاون المثمر والممتد عبر السنوات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبالمواقف الثابتة والجهود الطيبة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وكل من يدعمه أو يموله ومساعيها الدؤوبة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومواجهة كافة التحديات التي تحتق بها، مجددا معاليه موقف مملكة البحرين الداعم لهذه الجهود انطلاقا من حرصها الدائم على جميع شعوب المنطقة ومجابهة المخاطر التي تهدد حاضرها ومستقبلها وفي صادراتها الإرهاب الذي يفرض تكاتفا قويا وتضافرا في كافة الجهود لضمان القضاء عليه. من جانبه أعرب الجنرال المتقاعد أنتوني زيني عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية وعلاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مؤكدا حرصه على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية أمن المنطقة، مشيدا بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لأجل تحقيق هذا الهدف الذي يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.